السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين، مكتب حكومي: الغذاء العالمي وزع قمحا غير صالح للاستخدام الآدمي في تعز. الأزمة المالية تلقي بظلالها على اجتماع الانتقال في عدن، اتهم قوات الحكومة بالتصعيد وادعى قواته للاستعداد لكافة الاحتمالات. مصدر عسكري: تجدد المواجهات في 3 مديريات شمال محافظة حجة. وفاة لاعب كرة قدم في إب بعد 2 أسبوع من إصابته برصاص مسلح حوثي. غاغا الأذرعي يعود بعد غياب. هذه أبرز البرامج التي تعرضها قناة سهيل في رمضان. كورونا يفتك بمهندسين ومسؤولين في صافر بمغرب. وفاة 5 أشخاص خلال 2 أسبوع، والشركة تقر إجراءات احترازية لمواجهة الوباء. تعاون مع ميليشيا الحوثي: وزارة الدفاع السعودية تلن تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 من منتسبيها أدينوا بالخيانة العظمى. الصحونت، مأرب: الجيش يحبط هجوما حوثيا في جبل مراد، مقتل لاعب كرة قدم برصاص ميليشيا الحوثي في إب. البرلمان العربي يحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تفاقم الوضع الإنساني في اليمن. مأرب: جلسة استماع لنازحين ناجين من قصف ميليشيا الحوثي. تسجيل 9 وفيات و43 إصابة بفيروس كورونا، وشبوة تقر إجراءات احترازية جديدة. سبانت، نائب رئيس الجمهورية يهنئ الخريجين اليمنيين من الكليات العسكرية والأمنية السعودية. البرلمان العربي يحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية عن زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. بدء دورة تدريبية في مجال صياغة القصة الإنسانية بمأرب. لجنة الطوارئ بشبوة تقر إجراءات احترازية لمواجهة كورونا. اختتام دورة تدريبية في مجال المتابعة والتقييم وإعداد التقارير الإدارية بمأرب. تدشين توزيع سيار غذائية رمضانية ل 750 أسرة بمديرية عتاق. مصر أكثر من 50 عنصرا حوثيا بنيران أبطال الجيش في جبهتي المشجع والكسارة. الشرجبي: وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة في مواجهة كورونا. الجيش الوطني يكسر هجمات حوثية في حجة ويكبدها خسائر فادحة. السفير الزنداني: القيادة السياسية دعمت كل مبادرات السلام. سهيل نت: اليمن تدعو مجلس الأمن لمحاسبة الحوثي على زراعة أكثر من 1 مليون لوغ منذ الانقلاب. الأمم المتحدة تعرب عن تفاؤلها بالاقتراب من حل فيما يتعلق بخزان صافر العائن. رئيس البرلمان العربي: التدخلات الإيرانية السافرة طالت أمد الأزمة اليمنية. محسن يلتقي خريجين من كليات عسكرية وأمنية ويؤكد فراغ الحوثي لمضمون الجمهورية. إدانات للاعتداءات الإرهابية الحوثية بحق المدنيين ومطالبات بموقف حاسم لوقفها. تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية. الأمم المتحدة: تصاعد خطير لكورونا باليمن وتسجيل قرابة 1000 حالة وفاة حتى الآن. المبعوث السويدي يطلع على آثار قصف الحوثي لمخيمات النازحين بمأرب ويعبر عن أسفه. سبتمبر نت: مصرع 15 حوثيا بنيران الجيش في الأطراف الجنوبية لمأرب. قتل حوثيون بنيران أبطال الجيش في تعز. الجيش الوطني يكسر هجمات للميليشيا في حجة. نائب رئيس الجمهورية يهنئ الخريجين اليمنيين من الكليات العسكرية والأمنية السعودية. مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا بنيران أبطال الجيش في المشجع غربي مأرب. مقتل وإصابة عناصر حوثية بنيران الجيش وطيران التحالف في الكسارة غرب مأرب. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الوطن السعودية، التحالف: تدمير باليستي ومسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو السعودية. الوفيات بكورونا في اليمن تتخطى حاجز 1000 حالة. المبعوث السويدي لليمن يطلع على أثر القصف الحوثي لمخيم نازحين بمأرب. الشرق الأوسط، عقب اختفاء غامض، الحوثي يعلن وفاة مدير سجن النساء بصنعاء. وضع مأساوي: 79% من سكان مخيمات مأرب نساء وأطفال. حكومة اليمن: جاهزون لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع الحوثيين. العربية نت: الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مفخخة قرب مخيمات نازحين بمأرب. نقابة الصحفيين: الحوثيون الأكثر ترهيبا وقمعا للحريات في اليمن. اليمن: ظهور مساحات واسعة ملوثة بالألغام الحوثية في تعز. مصر: عشرات الحوثيين وتدمير آليات عسكرية في مأرب وحجة. مأرب: مقتل 15 من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني. 3 غارات لطيران التحالف تستهدف آليات وتعزيزات للحوثيين في حجة. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من مقال نشر في موقع الصحوة نت للكاتب أحمد عبد الملك المكرمي تحت عنوان
وعاد فيضك يا رمضان. نحن الصائمون محل النفحات المباركات، إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لنفحات ربكم، فأنت يا رمضان رسول يحمل هذه النفحات، وأنت المكلف بأن تأتينا بها وأن تحملها إلينا، ولنكن في مقام المضيف أحيانا، وبالتالي فإن على المضيف أن يستقبل ضيفه بسرور يتعالى وبشاشة وجه تشع نورا وبهاء. فيضك يا رمضان من الله، وفيضك كمضيف صيام وقرآن وقيام وإحسان وصلات وتقوى، وفيض تاريخك الراسخ في ثقافة أمتنا عزم وجهاد وكفاح وإنفاق وثبات. في أول رمضان من رمضانات الأمة شهدت أيام هبة عظيمة من الله، كنت نفسك يا رمضان هبة الرحمن الرحيم، وكانت يوم بدر التي تزامنت مع أول رمضان يصومه المسلمون هبة عظيمة كذلك، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولم تكن بدر وحدها من جاء في رمضان، بل لم يكن جيل بدر وحده من تعاطى بربانية ورحمانية فيها، وقد كررها في فتح مكة وغزوة تبوك. وإن كان ذلك الجيل هو الجيل الفريد والرعيل القدوة والنخبة المختارة لصحبة النبي الكريم، ولكن الخير في هذه الأمة ماض بفضل الله تمثله أجيال تعلن عن نفسها كلما استمسكت بحبل الله، وهو سبحانه من يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. تكرر رمضان وتكررت أجيال رمضان، فكان فتح الأندلس في رمضان، وكان عين جالوت التي طوت ظلام المغول الذي كاد أن يغطي كل مساحة الأرض الشاسعة للعالم الإسلامي في رمضان. فكان رمضان 658 للهجرة حاضرا في ميدان الجهاد، والذي أنجاب في صبيحة يوم من أيامه ليل المغول بانتصار أسمع كل الدنيا، وسينجاب ويزول ليل المغول الجدد عن كل اليمن. فنحن على موعد معك يا رمضان، وقد عودنا الله فيك تأديب الطغاة وهزيمة الظلم والظالمين. مغول العصر يا رمضان هذه المرة مشاربهم وألوانهم متعددة، وكيدهم ومكرهم أكثر سوءا وأشد مكرا، تعرفهم مأرب وتدركهم تعز، وخبرت مكرهم عدن وشبوة وعرفت كيدهم الجوف، بل كل اليمن واجهت وعرفت ذلك الكيد الأسود بكل أساليبه الحاقدة. في عشية الملحمة الشهيرة عن جالوت تزامن مكر المغول والصليبيين ما أشبه الليالي. وكم تتكرر يا رمضان، فأجيال الخير والصلاح والجهاد تتكرر، فأمة محمد كالمطر لا تعرف هل الخير في أوله أم في آخره. مرحبا يا رمضان من الصيام والقيام والقرآن والإنفاق والجهاد، وبفضل من الله فيك النصر والظفر والتمكين، ولا ينصرنا الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إلى وكالة يمن الأنباء، حيث نشرت مقالا للكاتب الصحفي المحرر من سجون ميليشيا الانقلاب الحوثية هيثم الشهاب، مقالا تحت عنوان رمضان وعذابات السجون. رمضان الشهر الفضيل الذي يضيء ويفجر في الكون واحات وسماوات من الطمأنينة والأمان، يقبل إليك وأنت مكبل بالقيود وقابع خلف قضبان ميليشيا الحوثي، كأنه يمشي على أجسادنا بجنزير دبابة، وكباقي الشهور الضاربة بأوجاعها يفرض علينا السجان حياة معيشية شاقة لا توجد فيه طرق متاحة لك كمختطف لتغيير الطقوس الروتينية المفروضة، فالأكل فيها هو الأكل ذاته. وعبد الملك يطل عليك محاضرا لساعات طويلة، وأنت مجبر على الاستماع والإنصات، وليس هناك فرصة للمعدة لتتجشى حاجة جديدة غير مزيد من المعاناة وشظف العيش. الزبادي الذي يصرف من إدارة السجن هو المتغير الأول في معادلة الزمن، والذي يكون موزعا لعدد 6 أشخاص فقط، هذا في البداية الأولى، أما باقي الشهر فتتجرع العافية. أما المتغير الثاني هي تلك الوجوه المرافقة للموزع، وهو ينتقل بين الزنازين في توزيع الحصص، يشعرنا وكأننا وسط موكب جنائزي، كل واحد منهم يترقب فائضا في العدد لينقض عليه، هذا إن لم يكن قد نهبه مقدما وترك المختطف تغلي معدته من الجوع. تخيل أن تعيش كل وقتك من غير ساعة تعرف تميز فيها يومك عن نهارك، ليلك عن عصرك، إلا إذا حلفك الحظ وسمعت صوت الأذان من المسجد المجاور للسجن، رغم أن أغلب الأوقات يتعطل الصوت. أنت ممنوع من الصياح إن كنت تريد استفسار المستلم المناوب، لأنك تشكل له إزعاجا، وكلنا يعلم بطبع اليمني حين يكون صائما، فكيف لو كان هذا الشخص سجانا ومتحكما بمصيرك ومتاح له كل التصرفات ووسائل العبث فيك. يسمي الحوثي بعض الزنازين بالدور الثاني من سجن أمن سياسي بموفنبيك، دلالة على ما فيها من ميزات تجعلك ترى فيها الضوء من بعض الثقوب على الأبواب المعتمة والنوافذ العالية والصغيرة جدا. وميزة أخرى يتفضل عليك بالخروج إلى الشماسي، وهي صالة مفتوحة من أعلى ومسقوفة بالحديد والصلب بشكل مربعات صغيرة تدخل منها الشمس، وليس هناك جدول محدد للخروج فيها، وإنما عبر مزاجات خاضعة للصبيانية المسلمين المؤدلجين.
الذين يتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، وهذه كانت عقوبة قاسية وشديدة بالنسبة لنا. 6 رمضانات قضيناها مع زملائي خلف جدران الحوثي، رمضان واحد فقط كاننا فيه زيارات ولقاءات مع أسرنا، أما بقيتها فقد كنا رهن الإخفاء القسري المؤلم. 6 سنوات من النكاد والطفش والكبت، سنوات تركت فراغا كبيرا للحوثي لتحويل أجنحة طويلة داخل السجن كمخيمات وتعبئة واختبار إيمان وقناعات الآخرين. إلى أي حد وصلت والتي تستحق معها المزيد من التعذيب والقهر أكثر؟ في العام الماضي سجلت مؤسسة الزكاة التابعة للحوثي قائمة طويلة بأسماء مختطفين وأسرى حالتهم المادية صعبة ومعسرة، وقالوا بأن المبلغ الذي دفعه 12 مليون ريال في سجن الأمن السياسي فقط صرفوه كدفعتين، نصيب كل شخص 20 ألفا. بشاهدنا 3 أوراق بمربعات تلزم السجين بالبصمة، في كل ورقة لا يزيد عددها عن 12 شخصا، وباقي الفلوس للموكب الكبير المنتظر. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من فيسبوك، حيث يطالعنا منشور للدكتور ياسين سعيد نعمان تحدث في منشوره عن التقارير القادمة من فيينا. تقول التقارير القادمة من فيينا أن المباحثات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي تحقق نتائج متقدمة وأنها تتم في أجواء إيجابية. ترى هل سينعكس هذا التطور على ملف الأزمة اليمنية؟ لا سيما أن الرئيس بايدن وضع حل القضية اليمنية على رأس أولويات إدارته منذ اليوم الأول لوصوله إلى البيت الأبيض. هناك من الأمور ما يجعلنا نؤكد أن الملف اليمني حاضر في هذه المفاوضات، فالتصعيد الذي قام به الحوثيون على مأرب وما شاهدناه من حشد إعلامي وسياسي لإيران ووكلائها في المنطقة، والذي كان هدفه إسقاط مأرب قبل هذه المفاوضات حتى يسهل التعاطي مع الملف اليمني، غير أن إفشال هذه الخطة على النحو الذي شهده العالم حتى يوم أمس حينما حشد الحوثيون كل قوتهم في جبهة الكسارة تزامنا مع هذه المفاوضات بهدف فرض أمر واقع لا يحرج إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية، دفع بخلافات جوهرية في جبهة التحالف الحوثي الإيراني تمثلت في التصريحات التي أطلقها إيرلو بشأن ملف السجناء والمعتقلين، متجاوزا القيادات الحوثية التي زعمت مرارا أن قرارها بيدها، وهو مؤشر على أن هذه رسالة من إيران ذات مغزى تقول للحوثيين إن مصالح إيران فوق الجميع. الأيام القادمة ستشهد تطورات هامة على صعيد الملف اليمني، تحية لصمود مأرب. إلى السفير علي أحمد العمراني، والذي كتب منشور على صفحته تحدث فيه عن السلام مع الحوثيين. السلام مع الحوثي غير ممكن والاستسلام مستحيل، قد يصل الأشقاء السعوديون إلى هدنة مع الحوثيين أو ما يشبه، مع استبعاد ذلك منطقا وبداهة لطبيعة الجماعة الحوثية والأهداف بعيدة المدى المرسومة لها من قبل إيران الداعمة والطامحة والطامعة بأحلام إمبراطورية ومعتقدات دينية ومذهبية، منها حلم السيطرة على الأماكن المقدسة وثروات جزيرة العرب. أما كلام اليمنيين عن السلام مع الحوثي وإن كانت الرغبة في السلام حقيقية وأكيدية فهو أقرب إلى مجاملة ومجاراة من لا يعرف حقيقة الحوثي بحد الآن حتى تتكشف حقائق الحوثي أكثر لمن يهمه الأمر. ولا أظن فكرة السلام مع الحوثي تندرج ضمن خداع النفس والتمنيات الواهمة، والحقيقة ليس لدى اليمنيين من خيال سوى الاستسلام للحوثي وذلك مستحيل، أو المواجهة حتى هزيمته ولو بعد حين. وأخذا بعين الاعتبار طبيعة مجريات الأمور يمكن الإشارة إلى ما يلي: الاستسلام أحد خيارات الحروب، لكن طبيعة العدو الحوثي تحتم المواجهة معه حتى النهاية، فهو قوة جهادية طائفية إرهابية بخيارات صفرية أشبه بداعش والقاعدة في التطرف والأصولية والعمق، وأكثر خبثا منهما في الأساليب والظاهر، وأبشع منهما في منطلقات العنصرية البغيضة، ومن ذلك فكرة الاستفاء وعقيدة الحق الإلهي. إلى إبراهيم عبد القادر، والذي بدوره كتب عن التعالي الذي يمارسه الحوثيون على اليمنيين. التعالي الذي يمارسه الحوثي هو من سيقرب أجله، العنصرية هي من ستقضي عليه، يحاول أن يتجاوز اليمنيين، يرفضون طريقته وعدوانه وسلالته، يحلموا أن يحاوروه ليمنحوه سلطة وهمية، حتى لو فكر العالم بأسره أن يمنحك صكا ما حكمت بلدا يقول لك لا، ستقاتلك الشجر والحجر والمدر، يرفضك الجميع. أما محمد دبوان المياحي فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن الفشل الحوثي على أبواب مأرب. لن يترك الحوثي مأرب ولن يوقف محاولته المستمرة بدخولها، ليس لأنه قادر على دخولها فعليا، لكن الهدف بقاؤها
تحت التهديد كي يظل حلمهم المهني بها حيا؟ إنها محاولة بائسة لمداراة فشلهم، نقمة عبثية من المدينة التي تذكرهم بعجزهم، تجرح كبرياءهم الوهمي وتعيد ثقة اليمنيين بقدرتهم على كسر العصابة. إلى المحامي فيصل المجيدي والذي كتب سلسلة تغريدات أشار فيها إلى ضحايا الحوثيين من الأطفال. 1410 طفل مجند ذهب ضحية طيش المجرم الحوثي في عام واحد فقط. اطلعت على هذه الإحصائية ومن واقع بيانات الحوثي الإعلامية وبالاسم والتاريخ والمدينة والقرية من الصغار المجندين حوثيا لعام 2020 ذهلت من الرقم الكبير للأطفال وبالاستهتار بالدماء، أي أننا لو حسبنا ذات العدد وهو 1410 سنويا لفترة 6 سنوات فقط لكان العدد 7113 طفلا مجندا في صفوف ميليشيا الحوثي قضوا في المعارك التي يقودها ضد المدنيين. نحن أمام مذابح يرتكبها الحوثي بحق هؤلاء الأبرياء، وأمام هذه الأرقام المرعبة والموثقة نتساءل أين دور الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان؟ أليس تجنيد الأطفال يندرج ضمن جرائم الحرب وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والقوانين الدولية؟ ثم كيف يسمح الآباء بذبح فلذات أكبادهم لأجل قاتل؟ إلى زيد الشريف والذي كتب تغريدة تحدث فيها عن الهزائم والخسائر الحوثية في معاركها وفي جبهات القتال. احشد ما شئت فإنك ستخسرهم، وهجم أينما شئت فإنك منكسر. مجزرة جديدة لميليشيا الحوثي في جبهة الكسرة والمسجح وعشرات القتلى في معارك متواصلة منذ يوم أمس، وطيران التحالف ومدفعية الجيش تستهدف تجمعات حوثية. إلى الدكتور محمد جميح الذي كتب تغريدة تحدث فيها عن مارب التي أسقطت الصورة الحوثية النمطية. وكما أسقطت مأرب صورة الحوثي الزائفة فإنها تمضي اليوم قدما في تغيير الصورة النمطية لها كمحافظة نائية بدوية مهمشة لتتصدر المشهد كعاصمة المقاومة اليمنية والشرعية بسوريا ومدينة تبني الجامعات وتقيم معارض الكتب وتنبعث من رمالها قوة السبائيين العظام الذين يحاول الكهنة طمس تاريخهم. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.